وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وحلقة خاصة من برنامجنا الوطني نبض الاتحاد. كما عودناكم أن نستضيف القائمين في الإمارات العربية المتحدة من جميع نواحيها. فرحبوا معي الآن بالأستاذ نور من محل الرقاء الألمنيوم والزجاج. بداية مساء الخير. أستاذ نور، نعرف السادة المشاهدين أكثر من هو الأستاذ نور عن بداية حياتك العلمية والمهنية في داخل الإمارات. الحمد لله أنا داخل الإمارات في 20 سنة موجودة الحين. قبل أنا في يجي أمي ملانا الدكان في أطور، في منا 5 سنة يشتغل، وبعدين أنا فكر واحد بيزنس إمارات في زين، يفتح واحد بيزنس إمارات. وبعدين أنا صديق ملانا خبر ألمونيوم يجي زين بيزنس إمارات الحين، أنت يفتح مصنع ألمونيوم. الحمد لله حصل يشتغل. الحمد لله. ممكن تخبرنا أكثر متى فتحت هذا المحل؟ أعداد الموظفين عندك، إيش خبراتهم، إيش مميزاتهم، وأهي مميزات هذا المحل؟ هذا المحل افتتح 2003. وبعدين في شو شيء في اشتغل الحمد لله. الحين في زين يشتغل. الحمد لله. طبعا هذا الشغل الحين كله ألمنيوم عن زجاج. صحيح. إيش في موظفين؟ إيش خبراتهم؟ نتحدث أكثر عن شغل الألمنيوم والزجاج. أنا أشتغل أكثر شيء في دريشة وباب وفي مال حرارة جماعة وفي كرتون وال مال بناية ودري هندل كده دري هندل ستيب هندل بس هذا أشتغل. كويس. إيش في موظفين سوا شغل أنت؟ بس وفي مطلب يعني هذه سوا كده قفل هندل كده في سيليكون تركيب هذه كده شاشة. الحمد لله. كيف تشوف أنت هذا الشغل في المستقبل بعد 5 سنة بعد 10 سنة؟ كيف شغل هذا التطور داخل الشغل؟ الحمد لله أول 5 سنة في اشتغل أنا شوية ليش ما في زيادة كبير مصنع ونفرت ما أعرف زيادة، بعدين شوي يجي بيزنس زيادة. الحين 10 سنة قبل الحمد لله الحين في أوكي زيادة بيزنس فيها الحين كبير يشتغل كله. يلا يفتح فروع ثانية في داخل الإمارات. لا الحين ما في فكر هذه ثاني بيزنس بس هذه أوكي الحمد لله. طيب مين بتوجه رسالة شكر؟ You'll be thanks forward thanks for supported you to open this company. The support actually my sponsor here Fahad Mahmoud Rasul, he give me support too much. He send what do you send him forward message thanks? The message is he tell me كل شيء في نفر الهن يجي بلا في أنا خبر صديق ملانا هو يجي يشتغل هذا شكل وكلام وهذا شكل سبب مصادر زيادة. كويس. أنت معلوم نعمة الأمن والأمان safety and security in UAE. إيش في سوي رسالة شكر عشان شيوخ وأمراء في الإمارات العربية المتحدة؟ في سكور بال safety أول شيء في مطافي يجي تفتيش checking wire firefighting is training also في training بعد في KFG نار KFG مشكل بعدين safety شو وهذا الشكل خبر. الحمد لله. إيش في وجه رسالة شكر عشان نعمة أمن وأمان؟ UAE government is very good here business this place is big too much this safety and all is discipline here is everything is okay this government and okay this one is open market no anybody here is coming who business open new business is very good country here. وفي النهاية أستاذ نور أنا بدي أشكرك لاستقبالك الرائع لنا داخل هاي الشركة العظيمة وشكرا جزيلا لك لدعمك برنامج نبض الاتحاد. شكرا لك. وإلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، وانتظرونا بكفاءة جديدة كما عودناكم ودمتم بأمان الله.